أكد سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على دور مملكة البحرين الكبير في مد يد العون وتقديم المساعدات للاجئين في مختلف دول العالم من خلال تنويع جهود المملكة الخيرية لتشمل العديد من المشاريع المتنوعة والهامة عالمياً. نعم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يأتي تزامنا مع فوز المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجائزة أفضل مؤسسة عربية وإسلامية في العمل الإنساني. وخلال المؤتمر أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على الدعم الملكي السامي المتواصل من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للعمل الخيري، مثمنا الدعم الكريم من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، ومشيدا بالجهود الكريمة في قيادة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتنفيذ التوجيهات السامية في تقديم العمل الإنساني وخدمة المحتاجين داخل وخارج مملكة البحرين من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. وتم خلال المؤتمر استعراض تقارير أعدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتناول أبرز المشاريع الإنسانية التي نفذتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية معها، والتي كان لها الدور الكبير في تخفيف مد يد العون وتقديم المساعدة للاجئين، ما عكس حجم الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين لمختلف الشعوب. من هالموقع تنطلق مبادرات البحرين لتوصيل الخير إلى الخارج، ونحمد الله اللي كرمنا أن نقوم بهذه الأدوار في مساعدة المحتاجين المتضررين. احنا نشعر أنها واجب إنساني، واجب وطني، و استمرار لتحقيق رؤى جلالة الملك إن في البحرين نخلق بيئة جميلة مريحة تخدم البيئة الهامة في المجتمع بأسلوب مهني، وأيضا نحقق رؤيته اللي يكررها إن رقي البلد لا تعتمد فقط على جهودك داخل حدودك الجغرافية، إنما أيضا مساعدة دعم للمحتاجين الآخرين.